تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة. ودعا المجلس دول العالم إلى التوقف عن بيع أو شحن الأسلحة إلى جيش الاحتلال في قرار صدر اليوم بهدف المساعدة في منع انتهاكات حقوق الإنسان في غزة وسط الحملة العسكرية الإسرائيلية العنيفة التي أودت بحياة أكثر من 33 ألف شخص. وصوت مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 دولة لصالح القرار بأغلبية بلغت 28 صوتا مقابل 6 مع امتناع 13 عن التصويت.